ام فريده صباح الفل. صباح النور. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تحت امرك. الحمد لله، ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك يا فندم. الله تسلم ايدك على كل الاكلات الحلوه اللي حضرتك بتعملها. شكرا، كل ذوق. شكرا، ربنا يخليك. انا عاوز اعرف بس طريقه اللحمه المشويه عشان بتنشف معايا على الجريل. حاضر، اوامرك. حاضر، حاجه تانية؟ وبنتي عندها 5 سنين نفسها تطلع مخبطه. يا حبيبتي فريده، حاضر فريده، عينيا الاثنين، اوامر. مع حضرتك يعني. ده هاني. حاضر. اهلا 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 فريده هانم، ازيك؟ عامله ايه يا حلوه؟ الحمد لله. انت وحشاني جدا. ليه وانت كمان حضرتك؟ انت هتيجي تاكلنا امتى يا حلو انت؟ انا عايزه اجي معاكم البرنامج. طيب انت هتيجي البرنامج، هتاكلينا ايه في البرنامج؟ هتعملينا ايه اكل في البرنامج؟ اعمل بيستو. انا شايف ان ماما بتغششك وخايف ان ماما تعمل الاكل وتبعته معاكي وتيجي انت هنا. انا بعمل بيستو كده. تعمل ايه؟ بعمل بيستو كده عشان كده. ماشي خلاص، يلا انا اشتريت. يلا حالا دلوقتي سجلي بياناتك في الكنترول وتنورينا على طول يا فريده. حاضر يا حبيبتي. افندم منى هانم. الو. الو، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي منى هانم، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير، منور الدنيا والله العظيم يا شيخ. بقولك يا فندم كلك ذوق. شكرا. تسلم. الصراحه بيقف قدامي طريقه عمل البشاميل الصراحه. لا ما بعرفش حاجه تقف قدامك خالص، تحت امرك اخوكي موجود واموري. حاضر. تسلم. حاضر. تسلم يا شيف. كنت عايزه اقدم برضو مع حضرتك في المسابقه. حاضر يا فندم. حاضر حالا في الكنترول. منور. اتفضلي. منور الدنيا كلها، وشكرا على الفريق طبعا اللي شغال معاك، ناس محترمه يعني بجد. شكرا. انتوا احلى، بشكرك. تسلم يا شيف، منور الدنيا كلها. شكرا. والله. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. طيب خليني اخش على الطاجن اللي بعده. حبة خضار حلوين لما يخش مع طاجن سيفود محترم بجد والله، حبة مكرونة حلوين أو حبة رز في الشياكة، الواحد بيبقى قاعد في قمة السعادة. مقاديري زي ما بقول لحضراتكم دايما أنا بجيب من البيت، مش عايز أزود وأنقص. هتقولي يعني هو ينفع تزود؟ أقول لك يوه، ده هي الشغلانة أصلا بتاعة التجويد، يعني شغلانة الطبخ بتاعة التجويد وبتاعة الأفكار المختلفة. بس أنا من الناس اللي بحب أعمل الحاجات دي في المعقول، في المعقول اللي هو يليق علينا. انا بشوف حاجات دايما فيها تجويد اوفر لدرجه ان انا بتاع اكل اقفل منها انا شخصيا. تلاقي يا حبيبي اللي ساعات بعض التجويد، مش انا بتكلم على حاجه معينه والله العظيم ولا على اي شيء، بتفلت منك جدا انك انت عمال تافور او بتافوري اوفر اوفر اوفر. يعني حضرتك حطيتي حبه حاجات اغلى بكتير من اللي اصلا طبق، وهجيبهم منين وازاي والف؟ يعني انا عايز البساطه، البساطه هي احلى حاجه في الدنيا. طماطم موجوده، فلفل الوان، بصلايه، فص ثوم، شايفهم يا استاذ؟ زبده بلاش لو مش عايزين نحط فلفل حار، ماشي. عايزين طبعا لو هو صوص احمر ماشي، وده غالبا اللي هيحصل مع الثوم، شايفهم؟ طيب السي فود بتاعك اخباره ايه يا شيف؟ بص كده هيمه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبه سي فود لطاف جدا. طيب في كابوريتين شكلهم جاي لنا فوق البيعه، حلو، هحطهم عندي في الطاجن. ولكن اول حاجه اشتغل بيهم يعني الالطف، لو عندي حبه مرقه حلوين او ميه سخنه اسقطهم فيها مع نفسهم الاول، يشيلوا اي زفاره وتجنب اي ريحه من ريحه القشريات بتاعه البحر. احيانا بتبقى فيها زفاره وده طبيعي، الشطاره مننا نغسلها بميه ساقعه كويس جدا، ولو امكن ان الكابوريا بالاخص او بلح البحر او بعض القشريات دي تديها غلوه في ميه سخنه حتى لو من غير اي حاجه خالص، بس ان انا انزع منها الزفاره واللون بتاعها هيبدا يبقى اورانج، فخد تسويه فانا تمام. لما اجي اقفل في كريمه في صوص طماطم ما تقلقوش. ايه بقى مقاديرك هنا؟ والله حبه كالاماري زي ما حضراتكم شايفينهم اهو، حبه قشر بياض جمبري، دول في الاخر حاجه في الطبخه. يعني ايه؟ يعني يلا نشوف. سنه زيت زيتون او زيت عادي، بسم الله الرحمن الرحيم، الاول كده. واحط زبده كل حاجه، بس الاول الدخله يعني لازم تكون فيها سنه زيت لوحدها. وانزل عندي بقرن فلفل الرومي. كله زي بعضه، كله زي بعضه. طبيعي بنزل بالبصل الاول، بالثوم الاول، لا دول انا عايزهم ني في ني كده تسويه سريعه عشان لسه هيستووا في حبه مرقه. يا شيف انت نسيت ولا ايه؟ بتقول كريمه، اصبروا عليا. هنخسر ايه؟ مش كريمه، عفوا، صلصه كده، كريمه للشوربه.
وادي قرن الفلفل المشطشط. دي للصلصه يا جماعه، صلصه طماطم للطاجن السي فود بالريحان. وعند طماطم شيري متقطعه مكعبات في النهايه ان شاء الله، والثوم الشرايح يبدا ينزل من دلوقتي كده على طول. والريحان الورق ده هوظفه ما دام فيها ريحان. طب السي فود امتى؟ اقول لك اخر حاجه زي ما بعمل في الكريمه مع حضراتكم، هنشوف. ماشي. طيب وبعدين معلقه لطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، ريحه الخضار وهو مع زيت الزيتون كده وقرن الفلفل والتومه بتدي نفس حلو جدا. ولمعه الخضار دي عاوز احافظ عليها، لمعه الخضار دي تديك ان انت بتعمل خضار سوتيه، الاحساس بذلك. والشطاره لاي حد بيعمل اي اكل فيه خضار، ما نقرش قوي في الخضار على التسويه، او ما نقرش تسويه قوي على الخضار، ملوش لازمه، هيبقى مهلوك تلك من التقليب والتسويه، ومش هيدينا اي فايده، ولونه هيبقى غريب، وهتلاقي القشره بتاعته طلعت، ده اسمه الاوفر كوك او التسويه الزياده، ده مش حلو. طب نعمل ايه يا شيف؟ الحلو كده انا خدت السوتيه اهو، شايف المنظر؟ طيب وبعدين ابدا اقفل حاجتي. تقفيل الحاجه عندي مش السي فود، انا مش هقلب سي فود ولا حاجه، انا هبدا ادي عندي كده، حطيت التوم خلاص، هجيب عندي معلقه صلصه طماطم كبيره، وعندي شوب حلو كده من عصير الطماطم. تمام، يلا بينا نقفل الكلام ده كله قدام حضراتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حالا هكون معاكم حالا، لحظه واحده. بصوا انا بعمل دايما كله هنا عندي في عصير الطماطم، ده لتر. بتعمله ازاي؟ قبل ما اشتغل بس شايف، عشان انت تقعد انت جايبه جاهز ولا وضعه ايه؟ ولا حاجه. طماطم نقول خمس سبع طماطميات، كيلو طماطم يعني، وعندي حبه ميه، وعندي معلقتين صلصه طماطم زي دول. الخلاط بتاعي مضروب ضربه كويسه جدا، بضرب كويس قوي، وبعد كده بصفي يطلع معايا القوام، لاني بحط عندي صلصه. ودلوقتي هحط عندي كمان معلقه صلصه. و هجيب عندي حالا هكون مع حضراتكم معلقه البهارات وحبه الملح. تمام؟ و حالا بيلا ماشي، عشان دي مش هتكفي بقى، انا عايز احط كله. هاخد ده وهننزله هنا ونكمل هنا. بسم الله 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 الله، الله. هكمل بقيه الحاجات، لان الازازه مش هتشيل مني كل اللي انا عايز احطه عليه. تمام، ودي عندي حبه كزبره حالا، كزبره ناشفه عادي جدا جدا جدا، سن البهار لطيف. وعندي مكعب في النص مفروم، وعندي حبه بهارات سمك في اللطافه. وبكده انا عملت ايه؟ صوص لطيف بسنة زيت زيتون وحبة خضار. السي فود فين أول غلوة؟ هيحصل إيه بقى؟ أول غلوة هبدأ أسبك الصوص. الصوص هيبدأ يتقل مني، أنا عايز كده. وبعدين جاب عليه مغرفة مرق الجمبري يخف. يبقى عندي مجال إن أنا أنزل ببقية السي فود بتاعي ياخد غلوة واتنين ومتشكرين. يبقى أنا سويت خضاري بطريقة كويسة، وسويت الناحية التانية برضو السي فود بتاعي بطريقة تكون كويسة. أفندم إسراء هاني، صباح الفل. ازيك يا شيف علاء؟ اهلا بيك يا اسراء، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ نحمد ربنا ونشكر فضل يا فندم، الله يخليك، كله تمام الحمد لله. اخيرا احنا وصلنا لك يا فندم، تحت امركم كل يوم يا فندم، تحت امركم والله الحمد لله. اوامر امر. كل عام وانت بخير، ويا رب دايما كده. كل عام وانت على الشاشه ومنور التلفزيون كله. الله يخليك يا فندم، كل ذوق. شكرا، وحضراتكم معانا بالصحه والستر يا رب دايما. ربنا يخليك يا شيف علاء. امرك يا فندم. الامر اللي كنت عاوز اعمل، بس اعرف عمايل عجينه البيتزا. حاضر يا فندم، اوامرك. حاضر، بشكرك. وعاوز اجي اقدم معاك في المسابقه. حاضر يا فندم، يلا فكر وتروح حالا دلوقتي. حاضر، بشكرك، شكرا جزيلا. طيب انا هقف عند الجزئيه دي، هسيب الصوص عندي يتسبك شويه، والسمكه بالمره هي بنبص عليها قبل ما نطلع الفصل، عشان نبقى برده مع بعض. اللهم صل على النبي كده، بالالوان الحلوه الواحد بدا يشوفها دي. ماشي، واطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله كده كده هنكمل، لسه بقيه الحكايه ما خلصتش. اتفضل. انا الصوص ده مثلا سايبه كمان خمس دقايق، هسوي بالمره، معلش معلش قبل ما اخش في الطبق الجديد، بالمره بقيه السي فود. يعني انت فاضل لك 15 دقايق تخلص حاجتك. بص كده يا ريما، هنزل عندي بقشر البياض وبالجمبري مقطع مكعبات. شكرا، اهم كده خلصهم بس كده، بص حلو، وسيبهم من 7 دقايق ولا 10 دقايق اتكلم عليهم دول، وشوف النتيجه عامله ازاي ان شاء الله. ده انسى الطاجن ده بالمره، انا خلاص غرفته الصراحه، ايه اطلع فيه كده عشان استريح منه، اسيبه على المائده عشان ايه ما اقعدش رايح جاي عليه. بسم الله، وادي الطاجن هرجع له تاني، بس خلينا نرجع للسمكه الاول. نقفل الفرن. تمام، وتعالى نشوف حكايه السمكه دي ايه. والله
نجيب سكينه عاديه وشوكه عاديه، بلاش الحاجات اللي هي بتاعت